فنانون يدخلون عالم الكتابة والرواية من خلال مشاركتهم في أكبر تظاهرة أدبية بالجزائر. الصالون الدولي للكتاب كان فرصة لعدة فنانين، فالممثلة بهية رشدي من أبرز من اقتحموا هذا العالم بمؤلف عن قصص أطفال رفقة الكاتب عثمان أوجيت. موجه للطفل نعم، ولكن موجه تقريبا لكل الأعمار، لأنه كل واحد فينا يقرأ هذا الكتاب يوجد ولو جزء من حياته في قصة أو قصتين. مدام بهية رشدي هذه إنسانة تلمع، عندها غران كور، تهدر على الطفولة بزاف، وأنا تاني نحب بزاف، عندي بنتي نحبها بزاف. أنا يوليدي قلنا علاش ما نديروش حاجة بين الإكسبيريونس تاع مدام بهية رشدي والحنان تاعها، وأنا ليكري نديروا حاجة، نمدوا أميساج للطفل تاعنا. بهجة رحال فنانة أخرى تنتظر لقاء محبيها بهذا الصالون، حيث نشرت صورة لمؤلفها الجديد عبر الإنستغرام لكتاب باللغة الفرنسية، فمن خلاله تحدثت عن التراث الأندلسي الجزائري. نفس الشيء للفنان القبائلي الراحل جمال علام، فالمحب لأعماله سوف يجد كتابا عن حياته في صالون الكتاب. Naturellement qu'on a fait l'ouvrage du beau livre, on a fait appel à un journaliste monsieur Abdelkrim Tazaout qui est aussi auteur qui fait des biographies. On lui a demandé un texte et ainsi de suite. Et donc on a fait une compilation de photos. On remercie tous les photographes et toutes même les personnes parce qu'il y a des photos personnelles qui nous ont été remises. On les remercie infiniment par rapport à ça. Et c'est un hommage mais très petit par rapport à toute l'histoire et toute la vie très riche de monsieur Jamal Alam. جميل أن نجد مؤلفات يرويها فنانو الجزائر، والأجمل أن تمتلئ رفوف صالونات الكتاب بعناوين كتب لفنانين تروي حياتهم التي يتمنى الكثير من الفضوليين اكتشاف تفاصيلها الصغيرة والكبيرة.